انا ستي بس بدنا نعرف منك شو المحفظه الالكترونيه وكيف بعمل محفظه وقديش لليوم في عندنا ناس عندها محافظ الكترونيه في الاردن. هلا المحفظه الالكترونيه هي جاي ما بين المحفظه اللي بجيتك وبين الحساب البنكي، بس هي متطلباتها اقل كثير من متطلبات الحسابات البنكيه، وما فيها عمولة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى أو عمولات إدارة الحساب. هي ومش المحفظة اللي بجيبتك اللي فيها نقد ورقي ومعدني، إنما هي وحدات نقدية موجودة على هاتفك النقال، عليها كل وسائل الحماية وفيها كل متطلبات إنها تخدم أكبر شرائح من الناس حسب ما صممه البنك المركزي. كوادر البنك المركزي هم اللي هندسوا النظام بكافة مواصفاته الأمنية والتشغيلية اللي تضمن حقوق الناس انه ما يصير فيها اي ضرر وما يصير فيها اي تلاعب. وبنفس الوقت البنك المركزي طلب متطلبات لفتح المحفظه الالكترونيه اسهل من متطلبات فتح الحساب البنكي، ومع هيك كان تجاوب البنك المركزي استجابه حصيفه ورياديه لمتطلبات المرحله الحاليه، انه سهل اكثر اجراءات فتح المحفظه، سمح بالفتح عن بعد، يعني بتدخل على تطبيقات الاب ستور بتنزل بتلاقي عندك كل الشركات اللي هي مرخص لها تقدم هاي الخدمه، زي ما البنك المركزي بيرخص بنوك وبراقب عليها بيرخص الشركات المسموح لها تكون بهذه العمليه وبراقب عليها. المركزي حاليا سمح لعشر شركات، منهم سبع شركات اوريدي موجوده وبتقدم الخدمه، وفي كمان سبع بنوك برضه موجوده على نفس المنظومه. هلا نحن عشان نوضح اكثر نعرف انه نسبه اللي ما عندهم حسابات لدى البنوك من البالغين 60%، بس عندنا نسبه اللي عندهم هواتف نقاله هي تزيد عن 92%. فكانت الحكومه والبنك المركزي واجهزه الدوله والهيئات الاغاثيه بحاجه الى حلول مبتكره عشان تقدر توصل مبالغ للمستفيدين والمتضررين واللاجئين اللي هم عددهم مع بعض يتجاوز المليون شخص متواجدين على كافة أرجاء جغرافيا المملكة. نعم. وبمناطق نائية ومناطق مستبعدة، فكان صعب الموضوع إذا ما كان مستحيل عمليته بالإضافة إلى مخاطرته، بالإضافة لأنه في مناطق معزولة، فكان لازم أنك أنت توصلهم فلوسهم لعندهم بأسلوب تقني ومبتكر. وما بقصد أنه مبتكر تم ابتكاره خلال الأزمة، هذا النظام عمره أربع سنوات كان إشرف على إدارته البنك المركزي وعلى الأمان اللي فيه. عدد حجم التداول على النظام منذ إطلاقه لليوم تجاوز الربع مليار دينار أردني. فقط خلال الحظر اللي تم كان حجم التداول على المحافظ الإلكترونية خلال الشهر الماضي تجاوز 36.5 مليون دينار أردني. جميل. عدد المحافظ اللي تم فتحها فقط خلال الأزمة هاي قرب على 190 ألف محفظة إلكترونية. الخدمات اللي بتتيحها المحفظة غير سهولة تفتح الحساب أو سهولة إغلاق، وطبعا فيها متطلبات برضو عناية واجبة وبتحط هويتك عشان نضمن حقوق الناس. اليوم بتقدم لك خدمات كتير، يعني أنا بس أحكي إشي مهم إنه هي تعتبر بالعالم هي من أدوات إدارة المخاطر المالية. إذا نتذكر مع بعض لما اجتاح الإيبولا دول إفريقيا اعتمدت حكوماتها على إيصال المبالغ للمناطق المنكوبة من خلال المحافظ الإلكترونية. لما يصير في تسونامي أو أعاصير أو زلزال ببعض دول أمريكا اللاتينية والكاريبيان ودول شرق آسيا برضو اعتمدوا على المحافظ الإلكترونية. فأنا بصراحة شايفة قرارات مؤسسات الدولة الأردنية كانت حصيفة جدا وبغاية الحكمة والذكاء بالاعتماد على أداة موجودة تقريباً بإيد كل مواطن. بس ليش أستخدمها ستي؟ إيه؟ أنا بإيش بستخدمها اليوم؟ هاي المحفظة بإيش بستخدمها؟ شو ممكن أستخدمها؟ هذه يمكن هذه من أهم الأسئلة اللي ممكن ننسأل. خليني أفترض إنه أنا استلمت المبلغ المعونة أو رواتب أو أجور عمال أو إلى آخره. نفترض بدي أسحب كاش اللي هو نحن ما منحبه. اليوم بما إنه عندنا سبع شركات وعندنا سبع بنوك فعندنا منافذ أروح عليها أسحب الكاش، منافذ تزيد عددها مجتمعة عن 3500 إلى 4000. عندنا 300 جهاز صراف ATM بتيح لي الخدمة من المحفظة بدون الحاجة إلى بطاقة، اللي هم أجهزة البنك الأردني الكويتي والقاهرة عمان. وأنا لن أخفيك أنه عندنا أكبر بنكين عم بيعملوا مجهود
ضخم معنا لمساعدة المواطنين اللي هم البنك العربي والإسكان، واحتمال قريبا يطلقوا برضو أجهزة صرافاتهم الآلية. في البريد الأردني بتيح خدمة السحب من المحافظ، بعض شركات الصرافة، بعض المحلات التجارية، وتقريبا كل شوبس محلات اللي هي شركات الاتصالات زين وأورنج وأمنية، فهدول متوفرين بكل الجغرافيا الأردنية، فبتسهل المواطن يسحبهم. الإشي الثاني إنه نحن بنعرف إنه كل المواطنين بغض النظر عن فئاتهم عندهم فاتورة كهرباء ومي واتصالات، بيقدروا من محافظهم يدفعوها. وعشان أكون أمينة معك، خلال الحظر تم تسديد فواتير بهاي القطاعات الثلاثة من محافظ إلكترونية بما يزيد عن 800,000 دينار أردني فقط خلال شهر الحظر. جميل. بقدر أعمل منها مشتريات. عندنا اليوم عدد من التجار بيقبلوا خدمة أدفع لهم من المحفظة، وخلال الحظر الرقم 760,000 دينار أردني بشهر، علما بأنه باليومين الماضيين الشركات أطلقت تحت إشراف ورقابة ومبادرات وإبداعات البنك المركزي الأردني أطلقت خدمة الكيو آر اللي هو رمز الاستجابة السريعة. كيو آر نحن كلنا بنعرفه، بعمل سكان، التاجر بيقول لي من عندهم الاسكان تبعه المبلغ اللي لازم ادفعه وانا بدفعه مباشره، وهذه متاحه ايضا على منصات التجاره الالكترونيه المحليه. نحن بنتوقع يشهد هذا نمو عظيم كثير. لا، في نقطه مهمه ثانيه، نحن بنعرف انه بعض محافظاتنا واولويتنا واحيائنا تم عزلها، وان شاء الله الامور بتنحل، بس حتى بالظروف الطبيعيه قد يكون الام والاب بمنطقه وابنائهم بمنطقه اخرى. لو أنا بدي أحول لأمي وأبوي ما رح أقدر أوصلهم ضمن الظروف الحظر، أنا بقدر إنه أحول لهم instantly. هذا النظام هو النظام الوحيد اليوم بالأردن اللي بيعمل فوري على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام 365 يوم، والنظام عليه دعم على مدى الساعة، معناته بأي لحظة أي شخص محتاج ممكن أقرباءه ذوي أصدقائه برضو يعينوه بالدعم. هلأ بنتمنى نشوف إنه التكاسي كمان تتبنى هاي الخدمة عشان ما نواجه موضوع الكاش والإفراطة. نحن بنعرف مسبقاً إنه قطاع النقل العام والباص السريع كانوا عمالهم بيحكوا برضو على الدفع الإلكتروني. نيجي للشركات اللي عندها موظفين أو مصانع أو دكان عندها موظف، نحن بنعرف إنه برضو اتقطعت فيهم سبل إيصال المبالغ إلا بالأسلوب الأساليب التقليدية واللي هي فيها مخاطر عالية. طب اليوم نحن معانا بعض المصانع بالمناطق الصناعية عمالها بتحول الرواتب والأجور على المحافظ الإلكترونية. أنا من ضمن القراءات لقيت بعض المدارس الخاصة حولت رواتب من خلال باصات النقل الطلاب كانت تلف على المعلمات والأساتذة والعمال تعطيهم الراتب، علما بأنه النظام يتيح خدمة اللي بنسميها bulk of payments، يعني بيطلع اكسل شيت باسماء الموظفين او اسماء العاملين وبيتم تحويل المبالغ لهم. اهم نقطه انه نعم. بغض النظر انت محفظتك مع اورنج ماني او زين كاش او محفظتي او مع قدها او بغض النظر او ديناره، ما الي انا اعرف انت، يعني اذا بدي احولك ما بسالك وين محفظتك، بحولك على رقم موبايلك. بالاضافه انه الخدمه فيها شيء اسمه الياس، يعني اسم مستعار، أنا مش بالضرورة أحط اسمي مهل بهو عشان شوفير التاكسي مثلاً أو الدكانة ما يعرف اسمي، وما بده يشوف، ما بدي إياه يشوف رقم موبايلي، بحط اسم إلياس، ممكن أحط الاسم وردة وبصير بقول له حول لي على وردة، بحول لي على وردة بدون ما يعرف وردة مين هي أو شو رقمها. بنك المركزي كان بقمة إبداعاته بكل أنظمة الدفع اللي طورها، وهي كانت من أهم الأنظمة لأنه المركزي كان عنده بعد نظر من أكثر من 5 سنين لضرورة إيجاد الحلول المبتكرة. جميل. اللي ما فيها كلف على المواطن نوصل له مبالغه لعنده. جميل. أنا كمان إذا بتسمح لي بدي أحكي إشي بعجالة أرجوك. أجهزة الدولة ما تبنت الموضوع على عجالة، الصندوق المعونة الوطنية برضو كانوا مبدعين، من 15 شهر وهم بيحولوا معونة وطنية لبعض المحافظات من خلال المحافظ الإلكترونية. المعونة ما لجأت للمحافظ اليوم وهي مو عارفة إمكانيات النظام وتجاوب الناس، ولا بدها بكالوريوس ولا بدها دبلوم، مواطننا ذكي ومواطننا شاطر،
لا بيحتاج يكون خبير اي كوميرس ولا جميل. بيحتاج يكون معه شهادات، سهلة زي أي تطبيق. كويس. الإشي الوحيد المهم يدير باله على رقمه السري، ما يعطي رقمه السري لحد عشان يحافظ على أمواله.